السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعي عن تطوير طائر الهوغو. طائر الهوغو تطوير بيصير عن طريق تدخيله على طائر انجليزي. فأنا هون اخترت أفضل طائر عندي من ناحية الحجم والوردات والكريست، وكمان نفس الشيء اخترت أفضل أنثى انجليزية عندي كريست كروك. الكروك بيفيدني أنه احتمال يطلع لي وردات من أول البطن، فهون راح يطلع في الإنتاج كريستات كروكات. باخذ الاولاد وبردهم لبعض، او باخذ احد الاولاد وبدخله برجع الهوغو لاحصل على طائر كثافه ريش، راس عريض، حجم طيب. او بالعكس، سواء كان عندك انثى هوغو ذكر انجليزي نشتغل عليه. فكل ما كان الطير بالمستوى القوي الهوغو اللي دخلته على الانجليزي، انت راح تحصل على طيور قويه. وكمان كل ما اخترت انت الطائر الانجليزي قوي في المستوى والحجم، فيعطيك فراخ قوية. مشوارك على الانجليزي الكريست رح يكون سريع، اما الستاندارد فمشواره هو بعيد رح يكون، لان الستاندارد رح يعطيك تافات من اول بطن، رح يكون مشوارك بعيد لتوصل للوردات.